ذلك من المتوقع أن تظهر الكرة الأولى. الخبرة تظهر، جدو يضرب، الشمال يتقدم. هاني الأسماء التي تظهر، جدو يستمع لذلك ويظهر بأول أهداف الشمال. هدف التقدم كان أسرع من سيد الحاج، يضع الكرة في شباك كلودامين، يعطي التقدم بعد فيدفع يقف على التنفيذ من أجل كرة للعودة في هذا اللقاء. فيدفع يرسل كرة، الله 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 الله، يخدع الكل ويعود بسلية. القصير المكير صاحب القميص رقم 10 يضع التعديل للسلية، وفي الزاوية التي لم يتوقعها الكل. 1-1. يا كارلوس يحاول بتعود بعد تغطية أيضاً، تغيير اتجاه اللاعب من هالي. فيدفع تمريرات، كرة تبدو خطيرة الآن، واصلة وكارلوس، والثاني عادت من دفاع الشمال. راح نشوفها، راح نشوفها، تبدو لي هدفا صريحا لمصلحة السيلية، والكرة قد عادت من مدافع الشمال، عادت من جاسم علي. الشمري سوف يتأكد وبعد ذلك